j'espère تكونوا بخير وعلى خير. جيسبر كو لا في تاعي تلقاكم كاع مهنيات. غادي نجيب لكم واحد لا ريسيت خفيف ظريف. المهم هي تاع معقودة الشوفلة مع الطاجين تاع معقودة الشوفلة. فوالا ولا تقدروا تقسموا ثاني طاجين نتاع كريات شوفلة ولا جواز تاع شوفلة كيما تحبوا بيسكو دخل شوفلة. راك حبيت نجيب لكم هاد الوصفة بزاف بنينة. دونك واش نسحقوا فيها؟ نسحقوا فيها بيان سور الشوفلة. شوفوا معايا انا راني هنايا راني نفور فيه هاد لاكونتيتي الاولانية غير ما كملت فورتو عبصتو هكا فوالا. دونك ما نقولكم واش نديرو فيه. واش نسحق تاني؟ نسحق البصل هكذا، نسحق قانيت التوم، نسحق هاد لي زيبيس لي نديرهم في الشوفلور لي هما كركم ملح سكنجبير و كمون، و هاد لي زيبيس لي نديرهم في المرقة فلفل عكري سكنجبير كمون و اسمو هدايا كركم و الملح، و نسحق هاد الحبيبة تاع الزودية، نسحق حبة تاع ولاد الدجاج. نسحق هاد حبيبة تاع بطاطا، هي ما تندارش، انا نديرها غير بيدي صغير فهمتو باش ياكل هادي، هذا ما كان دونك هادي ما تندارش. نسحق لا شابيو، نسحق مغرفة صغيرة تاع طوماط كونسيرف و جلبانة، جلبانة هي خالية شوية تاع الحميصة فوالا. دوك نتزوحو ديراكتومون طريقة التحضير. دوك نعاود ليكم هنا، شوفو كنت ندير في الطنجرة ما تقلت لا لا ندير في كوكوط مينوت باش تمتم طيب. لي عندها دير في كوكوط مينوت، لي ما عندهاش دير نورمال في الطنجرة عادي. دوك انا واش راح ندير داخل؟ نسبق ندير هنا ما قلت لكم، شوفوا البنات انا عندي هنايا المخصو تاع اللحم، تحبوا ديروا لحم، تحبوا ديروا بلا لحم، تحبوا ديروا بالدجاج، راه ديفو نديروا بلا والو. انا كما عندي تاع العيد ما راح ندير به هذا ما كان. جيبوا هنايا نبداو نحطوا لي زانغريديون تاعنا. دونك واش نسحق كما قلت لكم هكذا، نحط دو مورسو برك زيت قانيت، زيت قانيت نحط هادوما، شوفوا لي زيبيس تاعي، نحط هادي لا طوماط كونسيرف، نزيد نحط هاي بون حميصة ما نحطهاش دوكا باسكو على باز راهي طايبة. واش تاني تنزيد نحطو؟ نزيد نحطو التوم. دوك نسكرجو حبيبات تاع التوم. فوالا هذا ما كان. دوك ندير لها الجمغاف تاع الشط نحطها فوق النار. قلت لكم البنات دونك اللحم تاعي راهو يطيب، حاولك الشوفلور تاعي كامل نحيتو، انا صورتو كما طابستو كامل. دوك واش نزيد له؟ نزيد له لا شابلور، هذا ثلاث مغارف كبار باش تشرب لي كاع اللحم هذاك اللي راه فيها، شويه نتاع البصل هكذا، نزيد له هاد الحبيبة تاع ولاد الدجاج، لي زيبيس تاعي لي هما كركم ملح سكنجبير و كمون. كمون منديروش بزاف في العجينه، منديروش في المرارة في الماكلة، دونك ها مليك. ونزيد له تاني المعدن. هذا البنات يتنجولي المكونات تاعو فوالا كيما راكم تشوفوا. شوفوا معايا ونخليه فهمتوا. دوك نروح للسمو ديالي اللحم.
شوفوا معي البنات اللحم تاعي راه بدا يغلي هنا واش ندير مرقت عليها شويه فوالا ما خليتها شويه باش تتقلى مع لي زيبيس والثوم ولا طماط كونسير ومن بعد غير بدات تقلى زدت لها شويه تاع الماء غير تغلي دوك نغلق عليها لا كوكوت تاعي باش طيب لي اللحم فوالا البنات انا باش نقول لكم لي زدت لها واحد زوج فصوص تاع الثوم اللي بقاو لي دونك درتهم هنايا دوك واش وين نروحو باش كيفاش نبدا نديرها شكلهم هكذا هنا جبت لا شابلوغ ونديرها شوف هكذا هذا مكان لا ما فيهم لا فورماج لا والو هكذا بوحدهم يجوا شابين هكذا هناكم واحد اخرى تحبوا ديروهم مدورين كيما تحبوا عندكم كيما كاين الكميه كامل عاد لي ليكم يعني في انا اللحم تاعي راه طيب واحد 90% واش نزيد له الزروديه البطاطا اللي قلت لكم هي ما تنداش انا درتها بك راه جات وليدي والحميصه نحرك واش ندير نغلقها ونخليها تكمل الطيب مالو لي ليكم شوفوا البنات كيفاش راهي المليقه تاعي شوف شحال شوف يعني طابت اللحم تاعي راهو زبده يعني فوالا البطاطا كلش طابت كيما راكم تشوفوا البنات شوفوا الجيجة تاعي نتاع الشوفلة واش انا رايحة ندير الزيت تاعي هاي سخنت نبدا نقليها شوفوا باش حبيت نبارطاجي معكم كاين التحب باش راني ندير او ميم تو كان نطيب راني فوالا شوفوا خسرت الحوايج ونشوف دوكا مازالها زيد لي ان اوتخ لافاج وعندي هاد البتية فوالا دوكا انا غسلتها شوفوا غسلتها مليح من الداخل من برا تحديد نعمرها معكم بالماء ومن بعد هاتي فوالا بعد نكملو لا غسيل تاعنا تاع الطاجين الشوفلة شوفوا ليه كل ما نحل تاع الباركو بس نتيجي يجري فوالا روح شوف هذا مرحبا تنبيت الكروكات تاعنا ولا الاخرين يبقى لي الكروكات تاع الشوفلا شوفو كيفاش يجو شوفو يجو هايلين دوك لا سويس نعطيها لكم يا بنات باش ميتفتلكمش ميتفتحوش سيو كيفاش مديرونش بزاف لا شابلور وثاني ما تقلبوهمش بزاف في المقلامه تاع كي ديروهم حتى يحمروا مليح باش تقلبوهم الجهه اللي من هيك فهمتوا ما تقولوش تخلطوا فيهم تقلبوا هذه لا وهاي لي كروخه تاعنا كيفاش تاع تشوفوا فوالا هذا كان تلاقاو في شوفوا هذا حضرايته جبينه البنات بنينه هايله هذا هو البنات الشكل النهائي المعقودة تاعنا تاع الشوفلاغ هاك حق وليدي جيسبر كو لا فيديو عجبتكم جيسبر كو لا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك لا فيديو تبارطاجيوها باش تكبر القناة تاعنا وما تنساوش تابونا ولا شين داك كنتي مازال ما اشتركتيش وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد بقاو على خير